وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة الخور القطرية مراسل التلفزيون المصري محمود شاكر. محمود أهلا بك وتحياتي لك، وأطلعنا على الأجواء عندك عقب اليوم الأول من المونديال وخسارة المنتخب القطري أمام المنتخب الإكوادوري. برحب بك يا فاطمة أكيد، وبرحب بجميع مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. طبعا كانت خسارة سيئة جدا للمنتخب القطري اللي ظهر بشكل للأسف كان مخيب جدا للأمال، ولكن انا عاوز احكي لك عن الاجواء حتى بعد بغض النظر عن الخساره، ولكن الاجواء زي ما هي في كل مكان، الاحتفالات في كل حته. احنا تحديدا هنا من امام الفان فيستيفال في حديقه البدع امام الكورنيش، جماهير في كل مكان وفي كل حته. تنظيم النهارده كان اكتر من رائع، شفنا حفل الافتتاح كان جميل جدا جدا جدا، ولاقى استحسان كبير جدا من جميع المتابعين حول العالم. طبعا كان في ضيوف كتير جدا، طبعا رؤساء كتير جدا طبعا يتقدمهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعاوز اقول لك ان الاجواء هنا خلاص بدات تخش في الجد شويه، النهارده كان اول يوم بدات الجماهير تظهر بشكل كبير، المترو بقى زحمه جدا، الشوارع بقت زحمه جدا من جميع الجنسيات ومن جميع الاشكال، وبالتوفيق اكيد للمنتخبات العربيه. ولكن المنتخب القطري للاسف النهارده ادى مباراه بشكل سيء جدا جدا، ولكن ان شاء الله يعوض في المباراه القادمه في انتظار المنتخبات العربيه تونس والمغرب والسعوديه اللي ليهم برضو مواجهات صعبه كثيره جدا الفتره الجايه. أشكرك شكرا جزيلا الزميل محمود شاكر، كنت معنا عبر سكايب من مدينة الخور القطرية مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.